سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف وجوه الأحبة صاروا يا أوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف والدنيا همسة وخريف. عم تجي كل يوم لهون ومش عم تلتقي فيه. لو كان عن جد بهمه الأمر كان حاول بأي طريقة يرجع يشوفك. مش ناطرة حدا نالي، أنا بحب أشرب قهوتي هون، بس أنت ما بدك تصدقيني. لارا أنا صديقتك من نحنا وصغار، بس اتطلع بعيونك بفهمك. هلا يمكن عم فكر فيه، بس مش عم بقعد هون حتى أشوفه. وين المشكل لارا؟ إذا حدا عجبني بعمل المستحيل حتى أشوفه. أنا بعكسك نالي، ما بعرف أعمل الخطوة الأولى. لكن فكري بالخطوة الثانية. كل ما أكون معك بحس كأني جزء منك، ما بدي أعيش إلا بين إيديك وما بدي أموت إلا على صدرك. حياة والموت ما بيلتقوا بشخص واحد، واحد منهم بده ينتصر على التاني، وأنا عنيد وأخذ قراري أنتصر فيك على الموت. قبل ما أشوفك وأحبك كنت خاف من كل شيء، من كل الذكريات البشعة اللي بتمرق براسي. هلأ ما عاد خايفة من شيء، وشو ما صار لي رح غمض عيوني على صورتك حتى تبقى معي. أصعب الحب لما يكون الشخص اللي منحبه مرهون لأمر شخص تاني. أنا قطعت الأمل، كنت حابة أشوف الدكتور العظيم وأتعرف عليه. الظاهر لا أمل بذلك. أنت بتدوري بتدوري وبترجعي لنفس الموضوع. طيب حتى أكد لك أنه الفكرة اللي أخذتيها غلط، ما بقى أدعس هون. ما بدها هالقد، بعرف أنك حساسة وبعرف قدي عندك من نفسك، بس بحالات الحب والإعجاب مش عيب إذا عبرنا عن أحاسيسنا. عم بسأل حالي مين بيكون باسم يزبك أكتر من مجرد شخص تعرفت عليه وعجبني؟ شو صار أكتر من هيك؟ هيدا سؤال ولا جواب عم تقنعي حالك فيه؟ هيدا سؤال وجواب. في حال عدنا التقينا أو في حال كان عم يلتقي بإنسان تاني. Thank you.
لو شو ما صار رح نبقى سوا؟ بوعدك. ورح تنطريني لحتى لاقي شغل وابن مستقبلي؟ عم صلي لك كل يوم لحتى الله يوفقك. ما بعرف ليه حاسس انها رح تفرج. يا رب. يلا حبيبي نحن تأخرنا كتير اليوم، هلا الماما بتكون قلبت الدنيا علي والبابا صار وقت يرجع. بعد لهلا ما سألتك بيك شو بيشتغل؟ محامي. محامي؟ ليه تعجبت هيك؟ لأنه كنت حابب أعمل محامي. وليه ما عملت؟ بدها واسطة وأنا ما عندي واسطة. أخذوا أولاد الزواج. بالكاد حتى قدرت فوت إدارة أعمال، مع أنه اختصاص جديد وقليل يلي بيعرفوا فيه، ومع هيدا وكله كان الأمل ضعيف يقبلوني. أنا بحبك رجل أعمال. شو شفتي لك شي كابوس حتى وعيتي بهالطريقة؟ الكوابيس عم شوفها حتى أنا واعية، بس هلأ حسيت حالي عم اختنق، عم اختنق وقلبي عم يدق بسرعة. أكيد مش أنا سبب هالكوابيس، لأنه ما عم بتشوفيني لا أنت واعية ولا أنت ونايمة. أما بالنسبة للعوارض، أنت قلبك مريض وهيدي عوارض القلب المريض، ما في شي جديد. الجديد اني اشوفك بهالوقت قدامي وبقوطي، ما الك بالعادة تكون هون بهالوقت وتشرفني بزيارة. زيارة المريض واجب من وقت للتاني، خصوصا اذا المريض عزيز على قلبي. تفضل مختار. يسلموا. تفضل يا ستنا. يا اهلا وسهلا بالمختار، عشنا وشفناك ببيتنا. مصرين يا ست وردي، والعمر له حق. بعدك بصحتك، اسم الله عليك شيخ الشباب. يا ستنا الله يجبر بخاطرك. وليه ما جبت ليلى معك؟ والله مشتقت لها. ليلى مسافره عند اولادها، شو هممها؟ عم تعمل سياحه. لكان منكسبك الليلة عنا، بتنام هون، مش رح خليك بهالليل تطلع الضيعة. كان حب علي، بس جاي يشوفك شوي ومضطر ارجع الليلة. هلأ كل هالحكي بدك تقنعني انه بالك مشغول علي؟ يعني واجباتي اعرف اذا قلبك بعده عم بدق ولا لا. ليه مستعجل علي هالقد؟
ليه بدك ياني موت بهالسرعة؟ مش مستعجل، خدي وقتك. ما كنت مفكرة بحياتي اكرهك او احقد عليك، برغم كل تصرفاتك، برغم كل يلي عم تعمله معي. يمكن لاني حبيتك بيوم من الايام وما كنت اعرفك على حقيقتك. وهلا عرفتيني، وين المشكل؟ ندمانة، ندمانة على كل دقيقة قضيتها معك، وهالندم حيروح معي على قبر لو بتعرف قدي بكرهك. قد ما فيك كرهيني، بس رايحيني منك. كنت ناطرة النهار يلي ابن خيي رح يرد فيه البيت للبيع، بيت أهلي وبدي استرجعه. بدو يبيع البيت وكل الأرض اللي حواليه، وكان شرطه يبيع لمين ما كان إلا لألك. حقود مثل بيو. عارف شي إني اشتريت المزرعة والأرض اللي حواليها؟ ولاه يا وردي، معقول خلي يعرف؟ اللي بيناتنا بيضل بيناتنا لآخر نفس. أصيل يا مختار، أصيل، والله يخلي لي إياك صديق وخي وما يحرمني منك. الله يحفظك. وهلأ شو ناوي تعملي؟ مثل العادة تشتري البيت والأرض وبعدين منسجلهم باسم بنتي. صار، ومبروك من هلأ. خير بس النور، عامل لك أكلة بدها تنسيك اللحم على جمعة. إن شاء الله تكون برغل. شو عرفك؟ لا إذا ما كان عدس بيكون برغل، من يومين أكلنا مجد، هلا دور البرغل. قول الحمد لله بعد عنا شي ناكله. الحمد لله اللي بعد عندي جار مثلك عم بتقاسم أنا وياه الفقر بكل معاني، وبعتقد إنه البرغل من أهم معاني الفقر بعد العدس والحمص والبطاطا المسلوقة. بدي حزرك حزورة وبوقتها. قول. في طير مثل الدجاجة وبيمشي مثل الدجاجة وبيقاقي مثل الدجاجة وببيض مثل الدجاجة وبيتاكل مشوي ومقلي ومطبوخ رز على الدجاج مثل الدجاجة. شو معقول يكون؟ ما بقدر جاوبك لأنه من زمان ما شفت الدجاجة، نسيت كيف شكلها وبطلت عارف إذا بتقاقي ولا بتشنهي. أكل حالك عيد، قلي شو نوعه هالطير؟ برغل. يا زلمة. عم تعجق علينا بهالأيام، عم بأخرك معي. آخر الشهر رح زد لك معاشك حتى عوض عليك. أنا تحت أمرك حكيم، وجباتي رح أعملها، نزيد معاشي أو باقي مثل ما هو. بتستاهلي يا هناء، بكفي شيء للعيادة على راسك. المهم تكون راضي علي. عسلامتك. صباح الخير ست مرباح. وين بعد في خير؟ طالما في مستأجرين مثل صاحبك الرسام، صار مطرعني أربع خمس مشاوير ومش عم بحظى فيه.
كل ما بدي يقبض منه هالأجار لازم يعمل لي روماتيزم. مثل كأني لمحته الصبح فالل. إن شاء الله روحة بلا رجعة. هلأ بدي أطلب له الدرك يكبوا له غراضه برا وسكر هالأوضة، ما عاد بدي أجرها. ولو يا ست أم رباح، مش محرزة تعملي هيك. محرزة وميت محرزة، صار مكسور علي شهرين، تخانة يو. لا تخانة ولا شيء، هو مشغول شوي هالأيام وترك لك المصاري معي. وليه ما بتحكي؟ لهلأ لشفتي. اتفضل اتفضل ارتاح شوي لجيب لك المصاري. ما بدي ارتاح، عندي 100 شغلة، فوت جيبهم وأنا ناطرتك هون. لحظة. علقت. تفضلي عديهم قبل ما تمشي. علقت بخاطرك. عليك الأمان، دفعت لها الأجار المكسور. كان ضروري تعمل هيك، ما أنا هربان منها، تروح تنقبر، بكره بس يصير معي بدفع لها. الله بيدبر، يلا نروح ندور على رزقنا. تصبحنا بوجه بيقطع الرزق، كيف بدها تيجي رزقتنا؟ وأخيراً رح يرجع لي بيت أهلي والأرض كلها، وهيك بيكون كل شي صار باسمك. الله يطول بعمرك يا ماما، بس ليه عم تكتبي كل شي باسمي على حياتك؟ لأنه ما إلي غيرك يا حبيبة قلبي. بعدك بكامل صحتك وعافيتك، وما بحب تكتبي شي باسمي لأني بتشائم وبخاف يصير لك شي. ما حدا بيعرف شو بيصير معه، ما بدي موت وحدا يطالبك بقرش، وخصوصا كمال ابن خيي. الله يطول بعمرك، ياخدوا كل شيء، بس انت ما يدقك شوكي. ليه يا ماما هالحقد كله بيناتكن؟ مع انه ابن خيك قليل لتحكي عنه، وبعد لحد هلأ ما شفناه ولا مرة. ويمكن ما نشوفه، الناس بتخبرني عنه. شاب منزوع بلا أخلاق، أمرجي ونسوانجي، مش مخلي بار أو كباريه تعتب عليه، طالع لبيه نصاب ومحتال، ومش مخلي حدا من شره. الله يبعده عنا، لا بدنا نشوفه ولا نسمع عنه. مرحبا. أهلا. عفوا، هون بيت سعد مهنا أو أنا مضيع؟ أكيد مضيع، مش على علمي في حدا حوالينا بهالاسم. بعتذر منكم ما تواخذوني بالإذن. إذنك معك.
ما كنت عارف انه بنت عمتي حلوة هالقد. بلا طول سيرة وبعد جهدا جهيد عرفنا الضبع وين بخزن البضاعة اللي عليها القدر والقيمة. وين؟ بصراحة شيخ ما فينا نقول إذا ما اتفقنا على الحصص. شو طالبين؟ نص بالنص. صار. وين المحل؟ شو عاد صار بين سيف والضبع؟ حليت الأمور بيناتهم أو ما زبطت معك؟ كان في أتوسط وحلها. لو ما أجاني تليفون من سيف أتمنى علي ما أتدخل بالموضوع. ما تعرفت شي. عم تشوف سيف؟ صار إلي 20 يوم لا شفته ولا تلفني. بده يكون عارف إنه الضبع دمته واسعة وما رح يطلع راس معه. صحيح الضبع دمته واسعة بس شيخ الجرد بحب ياخد حقه بإيده. ننتظر وبنشوف. كان في حارس قدام المبنى؟ مش كتار، قلت لك ما بده يلفت الأنظار. إذا بدك شيخ نترك سكرة نحن وياهون ومنلهيون وأرفوار وهيك بتطب أنت والشباب تاخدوا البتكون تاخدوه والحرس بالباي باي. ما صار لأنه اللي براسي غير هيك. مرحبا خواجة سعد. أهلا عبدو. عود. وصلنا. شو؟ جايب لك شي خبرية؟ ما في شي جديد. لكن شو جاي تعمل عندي بالوقت؟ تأخرت خطيبتي بالشغل. فكرت إجي أتسلى عندك شوي. إذا مشغول كفل. أهلا وسهلا فيك. حبيب قلبي. تشرب كيس؟ اشرب. أعطيني كاس وتوابعه لهون. منيح كان حابب يشوفك بس لما فاجأتني بتليفونك كنت قلت له يرافقني. بس نخلص من هون نحكيه وضروري نشوفه. قل لي شو الموضوع اللي عاوزني فيه ضروري؟ عندي بضاعة بدي صرفها بأسرع وقت. هات لنشوف. مرحبا نديم. هلا شوقي شيل هالممسحة من ايدك وتعال ساعدني. شو مبين خابصة؟ شو سرق لك بنك؟ اعكسها بيطلع كريكور سرقني. مين يعني كريكور؟ هي الانتيكا اللي اشترى مني اللوحات بطراب المصاري. بس شو بدي اعمل؟ بدي فك دقيقتي. يلا فداك بكره بترسم غيره. ايه قبل ما انسى هيدا الاجار اللي دفعته عني. معلي يا زلمه مش بيناتنا. نحنا مش بيناتنا، هي بيناتنا وبين أم رباح وآخر الشهر لطيلنا ورا البيت. الله يخلصنا منها. رتب لي أمورك، عازمك على السينما وبس نرجع بدي أعمل لك منقل دجاج ولحمة توصل ريحته عبر الأناضول. يا زلمة خلي معك شي لبكرة. بركي مت الليلة، يلا كله رايح. شو بتقول؟ صار والله ما صار. ما في وعدك. إذا مثل ما عم بتقول صفقة كبيرة هالقد اشتري حصة. بس ممكن جهاد يدبر لزبون الشيء لبرضه. لكن منقعد نحن وجهاد. هيدا رأيي.
قال لي بصراحة، ليه تلفنت لي وطلبت مني ما عود أحكي مع الضبع مشان تهريبي؟ شو انحلت بيناتكم حبياً؟ عم تنحل، وإذا ما انحلت ساعتها بطلب منك تتدخل شخصياً. بلعيونك، بس أنت أعطيني الضوء الأخضر. صار، بس إذا التقيت بالضبع وسألك عني قل له لا عم تحكيني ولا عم تشوفني ولا عم شوفك، إذا ممكن. ممكن ونص، لا يكون لك فكر. أبو طلال، أنت من الأشخاص اللي أنا بوثق فيهم، من القلال اللي بيعطوا كلمة وبيلتزموا فيها، والرجال كلمة. شعور متبادل شيخ سيف، قلت لك ما يكون لك فكر. كاسك صحتين حبيب قلبي. شو بتشتغل خطيبتك؟ والله ما بعرف، عند حكيم اسمه باسم يزبك، ما شفته ولا مرة، وما بتتأخر إلا إذا كان حضرته ناطر صاحبته. ليه صاحبته بتجي لعنده على العيادة؟ مرة مجوزة وما بيقدر يشوفها إلا بالعيادة، عاملة حالها مريضة لتزمط من جوزها ويعشق جواتها العيادة. شو عم تحكي يا زلمي؟ شو هالخبرية هيدي؟ ومين هالمرة الذكية اللي بتعمل حالة مريضة تتخون جوزها؟ وطي صوتك دخيل عرضك، إذا وصلت الحكيم بيشحط خطيبتي وبيخربنا بيتنا. لك قول، ياما بهالبار منشوف قصص وحكايات، قول ولا يهمك. حنان داود بتعرف هالشي؟ مش رح أقدر شوفك اليوم، مع أنه كتير حابة أطلع بعيونك، بس صدقني باسم كتير تعبانة، جسمي مهدود ومش قادرة أتحرك. أخدت دواك على الوقت؟ أخدت دواية، بس بعتقد المنام اللي حلمته بالليل أثر لي أعصابي. شو حلمت حتى تأثرت هالقد؟ حلمت كمال عم يخنقني بالمخدة، وعيت مرعوبة، نفسي مقطوع وقلبي عم بخبط، وفجأة لقيته واقف قدامي وعم يتطلع فيي وكأنه فعلا كان جاي يخنقني. بفهم خوفك، بس مش لحد تفسير كل حركة بيعملها جوزك على أنها محاولة قتل. هو وعم يتطلع فيي حسيت الشر بعيونه باسم، بس بخاف منه وما بوثق فيه، حديثه معي بيضله أنه ما بيتمنى لي أشفى. نحن متفقين على وجود هالنوايا عنده، قلت لك وكل ما التقينا بقول لك وجودكم تحت سقف واحد في خطر على حياتك. ما بقدر اترك بيتي، ما بقدر اعطيه العذر يلي هو ناطره. هو اساسا كان بده اياني سافر مع الماما لانه بهذه الطريقه بيخلص مني للابد. لكن ما في الا تتجاهلي مثل ما اتفقنا، او تجي تعيشي عندي، وبين حبي الك وخوفي على حياتك فضل تسافري لعند امك. ما بقدر أبعد عنك، ساكن بقلبي وساكن بفكري، لو بتعرف قدي بشتغلك. هيدا حقيقة شعوري اتجاهك، يلي عم تحسيه هو زيده يلي أنا عم بحسه. بعتذر حكيم، بس العيادة مليانة والناس لبرا، شو بدك أعمل؟ اعطيني دقيقة. خلص حبيبي، سمعت صوتك، يلا رجع شغلك. اصحى يا عبدو، حدا غيري يعرف بهالخبرية، جوز هالمرة صديقي، ما بدنا نعمل شوشرة ونخرب له بيته، عم نبهك. خلص بأمرك، هون بحشنا وهون طمعنا. ونبه خطيبتك، اصحى يطلع عن لسانها كلمة، في خراب بيوت. بقطش لسانها إذا طلع منها كلمة. بدي اطلب منك طلب وبيضل بيناتنا. مرني، مثل ما كلفتك بموضوع وردي وبنتها، بدي كلفك بموضوع حنان داود. بدي اعرف كل تحركاتها هي والحكيم. خود الحكي من خطيبتك بدون ما هي تحس على شيء، وما بتكون الا مبسوط. ما بدي الا رضاك.
رضاي لا بيقدم ولا بيأخر. أنا بعرفك أكثر من كل الناس. خذ هاي 100 ليرة حق هالخبرية، وكل ما تعرف شي بيحرز إلك 100. منيح هيك؟ مقبولة منك، والله يعود عليك. برجع بعيد عليك، ما بدي حدا يعرف هالشي، وأي كلمة برّاتنا أنا وياك ما رح تكون مبسوط، وانت بتعرف شو معناتها ما رح تكون مبسوط. وعدتك وما بتراجع بكلامي، تأمرني بشي؟ صار لازم امشي. الله معك. حضرنا سينما وتعشينا وشربنا كاس وكله رأيي وعمره ما حدا يورثي. ماشي. ايه يا زلمة، شو بك مثل اللي اكل قتلي ما قالوا نفسي يحكي؟ كل اللي شربتهم كاسين ونصهم مي. ما بعرف، في شي ما خبرتك اياه عم يبرم براسي ومضايقني شوي. قلت لك شي ما زعجك هلا؟ وشو عرفك انه الخبرية عما؟ لانه بس الواحد منا يتفركش ويوقع بالحب ما بيعود راسه يفرز الا هرمونات الغرام والانتقام. هات خبرني تشوف. بدها الخبرية فنجان قهوة. ايه جهاد، ناطر جوابك. ايه بهمنا الموضوع والزبون جاهز، بس مشكوني فكانت. ما هو حق جهاد، انت عشو مستعجل؟ نايم من الضاحة كم يوم لنلاقيه لصرفي. عملية كبيرة شيخ سيف، وبدها زبونة وعندي زبون، بس اعطيني شوية وقت. بس وين بدي خزن البضاعة؟ ما فيني وصلها عالجد. ولو خزنة عندي بالحفظ والصون. صار مش رح تلحق تغطل الطير، خدوها مني. شو قصة هالروحك اليوم على الجنينة يا بابا؟ الماما ما عم بتشوفك بالبيت. بيك سألني وين عم بتروحي وجاوبته بكل صراحة. ما تطلعي فيي كأنك عم تتهميني إني أنا عم بتشك عليكي. ما تعتبري سؤالي قلة ثقة فيكي، بس شو بدهم يقولوا الجيران إذا شافوكي كل يوم ظهر لوحدك من البيت؟ ما بدهم يقولوا عم تتواعدي مع حدا؟ شو في إذا أخذت الكتاب ورحت أقرأ بالجنينة؟ ضروري كون عم شوف حدا؟ يا بابا ما عم أقول ما تروحي، بس مش كل يوم. مش عم نمنعك تروحي، بس مش كل يوم، خاصة إنه في شاب فكره فيكي، وأنا وبيك موافقين عليه، وما بدنا حدا يحكي كلمة مش منيحة عني. تفضل خبرني، شو يلي شغل لك بالك؟ لما كنت انا ومها حبيت اعرف شو بيشتغل بيها، مرتاحين ماديا مش مرتاحين، شو مستواهم الاجتماعي. سؤال كان براسي وطلع عبالي اسال. مش غلط، طالما حضرتك من اول لقاء خبرت قصة حياتك. ايه هات لي شوف شو طلع. محامي. ايه وشو يعني؟ وإذا كان محامي وين المشكل؟ المشكل؟ المشكل إنه بي فلاح وبي محامي، رح يتقبلوا أهل هالفكرة؟ هيدا بيتوقف عقوة حبها لإلك، في حال صارت المعركة بينه وبين أهلها معركة مستويات. أنا واثق إنها بتحبني، بس مش واثق إذا رح تقدر توقف بوجه أهلها. اخرتها معك، كل ما جبنا سيرة عريس توقفي على سلاحك وبتهددينا بالماجستير. بتخلصي الماجستير عند جوزك، هيدا العذر ما بقى بدي اسمعه منك. هيك انا عم فهمك. اختك وخيك تجوز وعايشين ببيوتهم ملوك، صار جاييكي كذا واحد وانت عم تتغنجي.
بكرة بتكبري وبتعنسي وبتقعدي بوجنا، شو بتعود تدفعك الماجستير؟ هالمرة أنا وأمك موافقين، ما رح نخليك تهشلي هالشاب، شاب حلو ابن بيت مهندس طويل عريض والميل فوقه وتحته، وبيو قاضي بالوزارة الجديدة جاي وزير، شاب ما فيه ولا عيب، وأهله جايين يعملونا زيارة ويتعرفوا عليك. من هلأ بقلك أخذنا قرارنا تتجوزي ونقطع السطر. في شي جواتي مش مريحني، بخاف بس توصل المسألة للجد، لأنه قرار البنات مش بإيده. بعد خبرتي بالحياة يا صديقي، ما في أقوى من البنت يلي قرار الحب بإيدها. إن شاء الله تكون معها من هالنوع. كنت بفضل تكون من نفس مستواي ونبني حياتنا سوا. يمكن بيها يكون أساسه تعتير وبنى حاله بحاله، يمكن هيك يقدر يفهمك ويلاقي لك عذر ويتعاطف معك. يلي بيبني حاله بحاله بصير حدا ما بيقعد يطلع لورا، الفقر بيخوف ما حدا بحب يتذكره. ولك حاش خايف عن تندب حظك، بعدكم بأقوى الحب والبداية عطول بتكون قوية. انت هلأ بحياتها أقوى من أهلا، عيش بهالنعمة وما تفكر باللي جاي. ليه عم تبكي؟ هيك عم ببكي. يا بنتي نحن عم نعمل مصلحتك، وبدنا اياكي تاخدي الشاب ابن بيت وبيليق فيكي، بدل ما تشكرينا عم تبكي. كيف بدي اخد شاب لا شايفته ولا بعرفه؟ انا اكيد مش رح حبه. لما تتعرفي عليه رح بتحبي. كيف بدي احب واحد مش شايفني؟ من الباب للطاقه جاي يطلبني للزواج. لا ماما، شافك بعرس بنت شفيق زينون وعجبتي، ومنشان هيك سأل عنك وحب يتعرف عليكي. إنه شو بتخسري؟ تعرفي عليه وإذا ما عجبك لك الحادث حديث. هالمرة أنت والبابا مش رح تتركوني حتى أعطي رأيي فيه. بين شي معكم عن سيف شملان؟ شي خبرية؟ شي معلومة؟ نفهم إذا اتكلوا ولا جماعة المركب خلصوه؟ لا خبرية ولا معلومة، هقتوا اتكل معلم وبعده تحت المي. وحتى لو خلصوه ما في ذمنا بشي طالما لا عرفكم ولا شفكم. وبعدين سيف شملان عديقه كتار، وإذا افترضنا معلم وأخذونا على التحقيق كيف بدنا ندافع عن حالنا؟ إذا اتهمكم يا ربيع ما بتجملني معكم، وانت بتعرف أنا بقطش لسان اللي بيجيب سيرتي، وما إلي دخل بتصرفات الشباب اللي بيشتغلوا عندي. عم افترض يا معلم، حقي اسأل، لأنه هاي أول مرة منفوت بجريمة قتل. كله مدفوع، ما في شي عندي ببلاش، بس يتأكد موت سيف المصاري بتصير بجيبتكم. يلا أنت ويان قبروا الضبضب ولا شوف. يلا. إيه تأمر معلم. هودي دموع مش دموع وحدة جي عريس، هودي دموع بنت واقعة بالحب وأهلها بدهم يجوزوها واحد تاني غصب عنها، وإن شاء الله أكون غلطانة. لا مش غلطانة. شو عم تقولي؟ مش غلطانة، لأني بحب شاب ما بدي حدا نغيره. وطي صوتك، إيه إذا بيك سمعك عم تحكي هالكلام ليعملنا مشكل إلو أول ما إلو آخر. منو هاللي بتحبيه؟ وين تعرفتي عليه؟ بالجنينة. بالجنينة؟ وعم قول أنا هالروحة كل يوم مش عالفاضي. ومنو هالشاب من غير شر؟ رح خبرك عنه كل شيء.
وهيك التقينا. هيدي قصته من الأول للآخر. شاب متعلم عراسي بس أهله فقراء وهو عاطل عن العمل، كيف بده يتجوز؟ عم يفتش على شغل، بعده بأول عمره. أنا بحبه وهو بحبني، المستقبل قدامنا مش ورانا. بدك تنطريه ليلاقي شغل ويبني مستقبله؟ شو بدي أقوله لبيك؟ بنتك يلي ربيتها وعلمتها بأحسن مدارس وجامعات بتحب ابن فلاح فقير ومش عم يلاقي شغل؟ بدك يخوت وتعملي لنا مصيبة؟ سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق. زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق. وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا يا عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. والدنيا مسا وخريف.